احتياجات. انا في تقديري ابو بكر لو يغيب ما عندك له بديل يوازي حجم القيمه الفنيه لابو بكر في قائمه النصر، لاعب مهم في منتخب بلاده ومسجل هداف اخر كاس امم افريقيا. سلطان الغنام غاب عنك نتيجه الاصابه او راح للمنتخب ما عندك له بديل. لو غاب يقالوا من بديله في الهلال؟ يقالوا لو غاب راس حربه يقالوا الهلال فيه؟ الهلال في كل مركز عنده اثنين ثلاثة. عطني طب عطني من لو غاب يقالوا عطني لو غاب يقالوا الهلال هذا الفريق اترك المركز ايش بالسوالف هذه مريقة يلعب راس مريقة يلعب راس في تاليسكا برضه اقدر اقول لحظة ابو نايف لحظة خلني اقول لك رايي بعدين اللاعب عطني حلمك شوي عطني حلمك شوي انا الهلال اوخره على جنب الهلال الفريق الوحيد اللي يغيب منه من يغيب وفيه بديل لا على مستوى اللعب الاجنبي ولا السعودي انا ما جاوبت عليه قالوا من بديله قال لك ماريجا يلعب تاليسكا يلعب راس حربه وهد من هدافين طيب اوكي انا خلني اقول رايي بس انا اقصد شوف ايجاد الاعذار بالاسلوب هذا انت في رايك خلي الناس لانك استشهدت به انت ما قطعتك انت ما جبتني قلت ابو نايف قال كذا سلطان الغنام من بديله طيب ما قلت لي سلطان الغنام اصلا ما كان من ضمن المطالبات اساسا طيب من بديله لو غاب تلعب ستوبر انت لما تنتقد عبد الله العمري عبد الله العمري لاعب كبير اسمع انا معلومه انا لما انتقده عبد الله العمري انا لو كنت مكانه وانا يعني خلينا نقول من 40 سنه ما لعبت طلع اوت انتهى الموضوع مو باجي ادور لها الاعذار شوف اللاعب الكبير هو اللي تنتقده اللاعب اللي ما يفهم هذا وما يعرف كوره هو اتركه على جنب تقول هذا على قده تعرف الفكره ولا لا وجهه نظري انا وجهة الفارو امس انا متاكد ان 90% من النصراويه يتفرجون على المباراه يبغون غلطه عليه اتوقع انا ولكنه كان من افضل اللاعبين في ستوبر كان هي القضيه مو قضيه ان اللاعب هذا فيه البعض يا ماجد وانت ادرى مني يجي يتفرج بعين الناقد فقط يعني يترك الجمال كله يروح لجهه واحده انا بالنسبه لي شوف في المباراتين هذه بالنقص الاجانب وينكم يا اللاعبين المحليين دوركم بس فقط جميل تفضل اسف شوف.